توقفت اليوم هنا علشان مع اخواتي اللي هم الكينيات الجميلات دول نبص على الشجره دي. الشجره دي ممكن تكون نفس شجره التبلدي اللي انا شفتها في السودان وشفتها في ملاوي او شجره اخرى، لكن دي تعتبر يعني زي ما تقول من عظمه اشجار افريقيا اللي احنا بنتكلم عنها في كل مكان وفي كل مكان. فالشجرة دي كان يكون عمرها عشرات السنين، عاش عليها حتى هنا في الخلف عاملين فرن او يعتبر بوتاجاز هنا بيطبخوا عليه ورا الاخوات دول. ودول اخواتنا اللي هم الفلاحات اللي موجودين في المنطقة هنا هو اللي بيساعدونا هنا هم المنزل اللي بنتكلم عليه ده. الشجرة دي كلها اللي احنا عايزين نعملها شكرا thank you asante and God bless you all amen. Assalamu alaikum.